احتجاج كبير من قبل المواطنين في قضاء الدورة، وذلك لتردي الواقع الكهربائي في المدينة الذي انعكس سلباً على استقرار حياتهم، فبات التيار الكهربائي لا يأتيهم سوى بضع ساعات في اليوم والليلة. حقيقة الكهرباء في قضاء الدور كهرباء تعبانة بشكل، يعني خلال 24 ساعة تجينا الكهرباء ساعة ساعة ونص، إذا مبالغ حيل حيل تجينا ساعتين، إذا مبالغ تجينا ساعتين كل اليوم، وبعض الأحيان تجينا كهرباء ضعيفة حيل، يعني ما تشغل لا مجمدة لا ثلاجة، يعني ضعيفة حيل. حقيقة قضاء الدور صار له فترة طويلة يعاني من موضوع انقطاع التيار الكهربائي، يعني هسه قبل ساعة تقريبا اجت ساعة من مجموع 12 إلى 13 ساعة تجي ساعة ونص أو ساعتين مو مستمرة، انقطاعات تخللها، انقطاعات ربع ساعة تجي تطفي، يعني لشوفوها شلونها. الحكومة المركزية المطالبات لها هواي تحسين الواقع الخدمي بالقضاء وبالأخص موضوع الكهرباء، لأن موضوع حاليا الكهرباء هي عصب الحياة الاقتصادية، تبدأ تشوفوا احنا المحلات والمحلات شغلنا على الكهرباء. معاناة تحاكي واقع مرير، ومع اقتراب فصل الصيف مطالبات بزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية في المدينة وإعادة تأهيل شبكات نقل الطاقة بعد استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية. والله لحد الآن صار 3 أيام الكهرباء جاية يمكن ربع ساعة ونص ساعة، وهاي احنا يعني فصل الشتاء نقول الشتاء يعني شوية ما يحتاج كهرباء، بس على جيزر على صوبة باشر جانا صيف، يعني شلون راح نعيش الصيف؟ صيف درجة الحرارة يعني 60، غش يرادك برودة، يرادك يعني هاي عند أطفال شلون يعيش؟ يعني المولدات ترى مو عيشة والله، مولد يوم يشغل وعشرة مطفي. ماكو كهرباء، يعني هاي الصيف بعدها ما جانا ويش كهرباء، يعني صار 3-4 أيام ماكو، تجينا ساعة وتقطع، وهسه قبل دقائق جتنا الكهرباء، هاي اليوم كله من الصبح لهسه. السبب الرئيسي في الانقطاع شنو؟ والله ما نعرف، يعني الراجع يقولون ماكو كهرباء، من المصدر ما يطوها، مرة يقولون من كركوك، مرة يقولون من سامرة، يقولون من المصدر ماكو. يعني هسه قبل يمكن 5 دقائق والله جت الكهرباء. شلون متحملين تبقوا الكهرباء؟ والله على المولدات. يجي المولد والنوب سووا المولد كان للوحدة بالليل، هسه سووا ال 12. هنا محطات تم تفجيرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وساعة تجهيز التيار الكهربائي تكاد أن تكون معدومة، مع مطالبات لزيادة حصة القضاء من ساعات التشغيل. لقناة سمراء الفضائية، محمود الكنعاني.